ايه ده؟ تاج الجزيرة ده ولا ايه؟ مش معقول. السلطانية. ايه ده ايه ده؟ بلي بمول. ده شكلها فول جدا. واندر فول. عارفين يا جماعة؟ النضارة لايقة معاها قوي اللي جايبها الدكتورة نوحة. هما الاتنين دول بس اللي عرفوا قيمة اللجنة وأعضاها. دول اللي هيوصلوا للتصفيات النهائية إن شاء الله. الله يشكركم على اختياركم. نوها برضو نوها طلعاني في البخت. نوها حتى المعونة الأمريكية ما حوقتش فيك يا بنت. يا نوها حتى أجيب لك إيه؟ صاروخين من كوريا الشمالية يا صفرة يا نوها. يا رب أنت على الظالم والمفتري يا رب. ها عملتي إيه؟ وصلت يا أختي التصفيات النهائية. طب برافو. مال مالك مش مبسوطة ليه؟ فرحة ما تمت يا فرحة ما تمت. عارفة التصفيات دي قصاد مين؟ نهى. فاكرة حكيت لك أنا عن نهى؟ أنا عارفة حظي. أنا عارفة حظي. حظي بالظبط زي حظ وزير المواصلات. كل يوم حادثة كده. طيب أولا دارلين، إذا كان الموضوع ده صعب قوي كده يبقى خلاص مفيش قدامك غير the American way. إيه هو ده way؟ هقولك بس زي ما اتفقنا، انا هبقى معاكي وانتي كمان هتخليكي معايا حاجة قصاد حاجة. اوكي اوكي ماشي.
كله. انت مش عارفه ان النهارده ميعاد اختيار اللجنه؟ اللي عارفه اللي عارفه يا دكتوره، ده كله ده نسى ميعاد نومي وما نساش ميعاد اللجنه. ازاي ده انا على رقبتي كان لازم ابقى موجوده. امال فين نهى؟ هي الاخرى نسيت الميعاد؟ تعرف طب انا عارفه ميعاد اللجنه، وقعدت اقول لها يا نهى مش كده، يا نهى عيب، يا نهى الناس هتستناكي. ده شوفي الرجاله الافاضل والست. قالت لي بصي انا مطنشه ومصدره لي الطرشه ومش هنا. اه والله لا 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 لا، اه والله مش كده ابدا. اه والله اه والله ايه ده؟ اه والله ايه ده؟ ايه ده؟ ده صوت نهى. مين في ده؟ ايه ده؟ هي بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ اهو بتقول الحقوني خرجوني مش خرج من المسابقه. ابقى خرجوني من المسابقه. انتوا عم تخوفوا فيها الخير، فيها الخير حبيبتي نهى، بتتنازل عشان فيها الخير. يا سلام يا سلام يا علا، يا سلام على الروح الجميله اللي نفسي تسود المستشفى كلها. مبروك عليك يا علا، انت اللي هتروحي المؤتمر. سيفاني اخيرا اخيرا انا استحقها والله العظيم، مش عشان والله العظيم. يلا مبروك يا علا. الله يبارك فيك يا فندم. يحيى العدل يحيى العدل، ظهر الحق وزهق الباطل. جيالك جيالك يا مؤتمر الهنا جيالك. لا انا مش كويسه، لا مش كويسه خالص. وبعدين انا مهتمه. اه لا لا بتقلع فعلا، اطباء وصيادله فعلا، بس اللي عايزين يطلعوا معاش مبكر ان شاء الله. المهم انت يا ميمي دلوقتي، المهم انت يا ميمي دلوقتي قولي لي اخترتي مين بقى، عملتي ايه في موضوعك ده؟ مين رجب تكاتك؟ حلو رجب تكاتك. اه لا طموح طموح، احسنتي باختيار احسنتي باختيار، راجل طموح وقصه صعود جميله جميله هتفتخري بيها بعد كده ان شاء الله. طب بقول لك ايه يا ميمي، هديه جوازك ان شاء الله هتبقى جوزين تكاتك زي الفل، صوتهم جميل جميل. اه والله زي الفل. انا بخلص لك يوم عشان تاخديهم معاكي وانت مسافره برج ايه، يساعدوا رجب يعني في قصه صعود ان شاء الله. وبعدين ماركتك المفضله اه صنع في مصر. اه اه والله سلام يا ميمي، مبروك يا حبيبي مبروك. رب ربنا اسالك رد القضاء، بل اسالك رب ربنا اسالك رد القضاء، بل اسالك اللطف.